D1FM 91.2. لقاء ندوة صحفية اندرج في استعدادات المندوبية الجوية للتربية صفاقس 2 لامتحان البكالوريا واللي ماشي نبدا وان شاء الله معناها توا ابتداء من يوم 17 ابريل بالباك سبور مايور بالباك سبور. عندنا 6 مراكز بالنظر لصفاقس 2 اللي هما ملعب ساقيت الزيت جبليان الحنشة ملعب الحنشة عندنا معهد العامرة زاد مش يكون فيه ملعب قرقنة وعندنا معهد منزل شاكر هذوما المراكز اللي مش يقوموا بهم الاختبارات في الباك سبور. ثم لجنة جهوية من شباب والرياضة من مندوبية التربية اللي قامت بزيارة المراكز والملاعب اللي مش يقع فيها الباك سبور. عملنا اجتماع مع السادة المديرين حتى معنا نحفزوهم ومن وراها نحفزو التلامذة متاعنا والأولياء معنا خاصة في مشكلة هذه الدخلة. نحب إن شاء الله تكون فرحة وما يكونش بدون حوادث مش يتم تأثيرها وصدرت حتى مذكرة في الغرض من وزارة الإشراف. بالنسبة للمعهد النموذجي بحول الله إن شاء الله يكون جاهز في مفتتح السنة الدراسية مكانه حي الأنس قدام الملتي ميديا وفيه كل المواصفات المطلوبة وإن شاء الله مش يكون فيه مخابر تقنية بالنسبة للبكالوريا تقنية. عندنا زاد زوز معاهد، معهد في السلطنية وإن شاء الله معناها قريب يخرج طلب العروض متاعه وعندنا مدرسة إعدادية في العوابد قرمدة الدراسات جاهزة ونستناو في الإدارة الجهوية للتجهيز إن شاء الله تقوم بعملية طلب العروض وننطلق الأشغال. بالنسبة لصفاقس 2 قد هي تتميز في المرتبة الأولى معناها في نتائج البكالوريا عندنا زوز معاهد معناها اللي هما مصنفين ضمن الخمسين مؤسسة تربوية المتدنية للنتائج اللي هي معهد محمود المسعدي وعملنا جلسات عمل في محمود المسعدي ومشكورين السادة الأساتذة والإطار الإشراف وعملنا عناية خاصة ومتابعة ودروس دعم بالنسبة للمعهد هذايا. كيف كيف في معهد منزل شاكر مصنف ضمن الخمسين وإن شاء الله نفس اللي عملناه في معهد محمود المسعدي قاعدين نقوموا فيه والأخصائيين النفسانيين قاعدة تعمل في متابعة. عملنا الدياغنوستيك متاعنا وانجزنا ان فونكسيون معناها من الإخلالات إن شاء الله السنان نداركوا إن شاء الله.